التنمية، وخبرنا الأخير الذي سنقرأه يعني يؤكد اهتمام الخرطوم بأم جوبا، والآن جوبا تهتم بملف سلام الخرطوم والعلوان في الشرغنيت. سيلفا كيري يناشد الأطراف السودانية لإنجاح مفاوضات جوبا. ناشد رئيس دولة جنوب السودان سيلفا كيري مياردة الأطراف المعنية بالسلام في السودان كافة بالعمل على إنجاح جولة المفاوضات من أجل سلام شامل ودائم، وكذا حرص بلاده على إنجاح المفاوضات والوصول إلى اتفاق في أقرب وقت من أجل السلام بالسودان. وعقد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو فور وصوله والوفد المرافق له إلى مدينة جوبا لقاء برئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سيلفا كيري ميارديت. وأكد مستشار رئيس دولة الجنوب تود جولواك في تصريح صحفي عقب اللقاء اكتمال كافة الترتيبات لبدء التفاوض مساء الثلاثاء، وقال تود إن اللقاء تناول الترتيبات التي قامت بها دولة الجنوب لإنجاح جولة المفاوضات الحالية باعتبارها الراعي للمفاوضات. وأطلع الفريق دقلو رئيس دولة الجنوب على ترتيبات الحكومة للجولة الثانية ونتائج اللقاءات التشاورية التي أجرتها مع كافة أطراف المصلحة بولايات السودان المختلفة تمهيدا لعقد جولة حاسمة للوصول إلى اتفاق يفضي لسلام دائم بالبلاد. ترتيبات ما بين الطرفين لإنجاح مفاوضات جوبا ومناشدة من رئيس دولة الجنوب سيلفا كيري لكل الأطراف لينجح هذه المفاوضات. عندما تم توقيع اتفاق سلام الجنوب بالخرطوم بين سيلفا كيري ميارديت ورياك مشار، قال الرئيس الجنوبي أن السودان أصدقاؤنا وأخواننا، يجب نحن كذلك أن نرد الجميل إلى السودان. الآن جوبا ترد الجميل إلى السودان من خلال استضافتها للمفاوضات بين الأطراف السودانية، لا نقول الفروعات السودانية، بين الأطراف السودانية. هناك اهتمام كبير من جانب سيلفا كيري ميارديت بسلام السودان، لأنكم أشرت أن الأمر يهمه بدرجة كبيرة، هو يطمح في الرئاسة في الفترة المقبلة في بلادي، بالتالي يجب أن يكون هناك استقرار حقيقي، هناك تشابك في علاقات البلدين من السودان والجنوب حتى في الحركات المسلحة، الملف السياسي، حزمة من التحديات تجابه البلدين، بالتالي يجب أن يكون هناك سلام في جوبا وسلام في الخرطوم. هناك على سبيل المثال التحديات التي تواجه البلدين، قضايا الحدود، كذلك قضايا الديون، كذلك حتى النفط اللي هو يعتبر الشريان الحقيقي للنهضة ولنهضة دولة الجنوب. بالتالي من المهم جدا أن يكون هناك اهتمام جنوبي مغدر بملف السلام السوداني. نحسب أن المفاوض رئيس ووفد الوساطة الجنوبية في المفاوضات تود جولواك، وطبعا لدي علاقات وثيقة بكافة السودانيين لأنه هو رئيس الوفد المفاوض، يقود المفاوضات بجهد مغدر، ونأمل أن تتوصل أطراف السوداني اتفاق سلام ما بين الحرية والتغيير والجبهة الثورية من جانب والحكومة من جانب آخر. أستاذ سامي عبد المجيد رئيس تحرير صحيفة آخر لحظة الصحف والمحل السياسي، كتر خيرك على الإضافات، شكرا مقدرين. شكرا لكم، موفقين إن شاء الله. شكرا جميلا.